الرياضي محمد العسكري يجول شوارع طول كرم في سباق غير عادي، فهو عامل التوصيل الوحيد على دراجة هوائية ويعمل على توصيل الحاجيات من مكان إلى آخر في المدينة. محمد وبعد شهرته بطول كرم يطمح إلى تطوير مصدر رزقه هذا وجعله وكالة للتوصيل تضم رياضيين آخرين. فكرت أنه أستفيد من هذه الهوائية لأني أنا برضو متسابق، جبت الأول على الضفة في سباق الدراجة الهوائية. تقريبا نفس حكاية مكتب التاكسي، بطلبوا غرض معين وأنا بجيب لهم إياه مباشرة، بس أسرع من التاكسي ببقى في الخدمة. صار لي 4 سنين تقريبا بشتغل في هالشغلة، بس ما كانت الشهرة موجودة في طول كرم. محمد والذي يلقب بديليفري طول كرم وصلنا إليه من موقع فيسبوك، حيث تعمل 3 طالبات من جامعة النجاح الوطنية على الترويج له ولعمله عبر مبادرة مجتمعية لمساعدة أصحاب المواهب والمشاريع في الوصول إلى الجمهور، هي متطلب في إطار مساق يدرسنه. شفت خبر عن محمد عسكري أنه هو أول ديليفري في الوطن، فحكيت أنه ممكن أسلط الضوء عليه لحتى أنه أكبر نطاق ممكن من مدينة طول كرم ممكن على مستوى غير طول كرم انهم يعرفوا فيه. ومن هون اجت الفكره وبلشنا نشتغل على هذا الاساس. كان متشجع كثير لانه في حدا متبني فكرته، خاصه انه هو بده يخلق فرصه عمل من موهبته اللي هو متبنيها. طلبت مساق الاعلام الاجتماعي ومن مسؤوليه اجتماعيه لديهم، سيعملون خلال المساق وبعده على مساعده مشاريع اخرى. مش راح يقتصر مشروعنا على محمد عسكري باذن الله تعالى، راح نعمل فريق بعنوان معا لتحقيق احلامكم، راح نتبنى مواهب اخرى، راح نعمل حملات جديده، راح نتميز ونبدع ان شاء الله، وراح يكون لنا ان شاء الله فرصه كثير كبيره انه نظهر للعالم والكل يعرف عنا. مدرس المساق يعمل على تعزيز أسلوب تدريسي مختلف بعيداً عن التلقين والمواد النظرية. التحديات اللي بتواجه هدول الطلاب إنها مبطلت هاي العملية بتتطلب من الطالب إنه هو قاعد يستقبل معلومة، لا هو بده يكون مشارك وفعال في بناء المعرفة تبعته. فمن جزء من أساسي من كمان أهدافنا في التعلم المجتمع إنه مسؤولية التعلم عند الطالب لازم تكون تزيد. تعمل هبة، بشرى وحنين وغيرهن من الطلبة والطالبات في هذا المساق على إنجاز المشاريع المجتمعية أو المساعدة في تطوير أخرى، في خطوة يتجاوز فيها الطلبة حدود الجامعة ويبدأون في التأثير مجتمعيا حتى قبل تخرجهم. أمون الشيخ، فلسطين اليوم، من مدينة نابلس، فلسطين المحتلة.